اليومين اللي فاتوا كان في موجة من الطقس غير المستقر، لكن الحمد لله دينا شرف صبحتنا كده وطمنتنا على الصبح ان في حالة من الاستقرار في الطقس. خلونا نروح لها دلوقتي ونعرف منها تفاصيل الحالة الجوية بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا احمد. فعلا دلوقتي هنتعرف معاكم على النشرة الجوية بالتفصيل، وان الارصاد الجوية النهاردة بتتوقع استقرار في الاحوال الجوية، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى ودافئ على الوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري. هيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومعتدل على شمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، وكمان النهاردة هيكون في شبورة مائية كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هيكون معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نطمن منها أكتر عن حالة الطقس النهاردة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. طمنينا على حالة الجو، خاصة ان كان في اليومين اللي فاتوا تراب وبرد، ويعني كان في كل حاجة وامطار كمان. بالفعل احنا كنا ال 72 ساعة الماضية تعرضنا لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، كان معها امطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح كان ملحوظ على اغلب مناطق الجمهورية، وحتى كمان طبعا يعني سقوط الامطار واتربة. فاحنا ان شاء الله بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة هنشهد تحسن واستقرار في الاحوال الجوية. هنبدأ نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس على اغلب انحاء الجمهورية مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. يمكن احنا متوسط درجات الحرارة هيكون ما بين 19 وال 21 درجة مئوية على مدار الثلاث ايام الجايين ان شاء الله. الطقس خلال فترة النهار هيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، هيكون مائل للدفء على شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل ملحوظ، وهيظل الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. هتكون الظاهرة الجوية المؤثرة معانا يعني خلال الأيام القادمة، يمكن تكونت اليوم كمان شبورة مائية. بالظبط، شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، لكن إن شاء الله مش هتأثر على حركة المرور. يمكن النصيحة الأساسية والمهمة في الفترة دي هو عدم الانخداع بفترات الاستقرار أو سطوع أشعة الشمس، لأن في فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بيوصل لعشر درجات. صحيح. هو عدم تخفيف الملابس والاستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل على الأقل لانتهاء فصل الشتاء اللي هينتهي 20 مارس بإذن الله. والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن الفترة دي فترة تقلبات جوية بين استقرار وعدم استقرار، فالمتابعة الجيدة للنشرات أكيد. الجوية. طب حابين نعرف من حضرتك، هل هيكون في تقلبات جوية هتشهدها مصر خلال الفترة القادمة، يعني خلال الأسبوع اللي جاي على الأقل؟ يعني تقلبات جوية زي اللي فاتت، يعني احنا ممكن مع نهاية هذا الأسبوع نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع نشاط للرياح على يوم الأربعاء والخميس الجايين إن شاء الله، لكن الأجواء بصفة عامة في الأسبوع مستقرة عن الأسبوع الماضي بإذن الله. يمكن حضرتك لسه كنت بتقولي ان احنا على الاقل لازم نحافظ على ان احنا نرتدي الملابس الثقيله خلال فصل الشتاء اللي هينتهي يوم 20 مارس، صحيح كده؟ ولكن يمكن احنا قبل الموجه اللي يعني ماضيه من كام يوم كان الصبح الجو كان بيبقى فعلا حر، لدرجه ان في ناس كانت بتبقى يعني حرانه وبتشغل التكييف في العربيه. هي دي فترة دايما معروفة لانتهاء فصل الشتاء اللي بيبقى فيها ارتفاعات درجات الحرارة خلال فترة النهار بالفعل، والطقس بيبقى دافي، لكن مع دخول ساعات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ. الفرق بيبقى كبير جدا بين درجة الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. لما نغير نوعية الملابس في الفترة دي ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. فاحنا على الأقل اللي يعني دخول فصل الربيع اللي هيبقى 21 مارس هنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل، يعني أو على الأقل هنحافظ على الملابس الشتوية تبقى معانا، حتى لو احنا هيبقى معانا يعني جاكيت نلبسه مع دخول ساعات الليل، فده هيبقى مهم جدا لأن احنا بنحذر من دخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البرودة. واحنا الفترة دي بالفعل إلى فصل إلى انتهاء فصل الشتاء وارد يحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة بين انخفاض ملحوظ في الحرارة وحالات عدم استقرار، وارد جدا يحصل في أي وقت من الأوقات حالات عدم استقرار. فاحنا دايما بنقول المتابعة الجيدة للنشرات الجوية في الوقت ده هيعرفني دايما حالة الجو ايه.
واكيد هنتابع مع حضرتك يوميا باذن الله النشره الجويه واحوال الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نستعرض معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من العاصمه القاهره والعظمى 19 والصغرى 10، اسكندريه 18 11، مطروح 18 11، سيوه 20 8، بورسعيد 19 12، دمياط 19 11، اسماعيليه 19 10، السويس 20 11، العريش 19 10، طابا 20 13، كاترين 20 3، شرم الشيخ 21 13، الغردقه 22 14، الفيوم 19 9، بني سويف 20 8، المنيا 20 7، وأسيوط 20/7، سوهاج 21/8، قنا 22/9، الأقصر 22/9، أسوان 22/10، الوادي الجديد 23/6، شلاتين 25/12، وأخيرا حلايب 23/13. وبكده حاولنا نساعد مع حضراتكم النهارده أحوال الطقس بالتفصيل، نتمنى إن أنتم تتوخوا الحذر خلال الساعات الأولى من الصباح من الشبورة المائية، ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات آخر الليل علشان لا نتعرض لأدوار البرد. هرجع مرة تانية لأحمد وبسانت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وبضم صوتي لصوتك يعني، واتمنى من الساده المشاهدين اتباع هذه الاجراءات والالتزام بتعليمات المرور ايضا خلال الساعات الاولى تحديدا في الشبور. أكيد. شكرا لك. شكرا لك يا دينا.